بعد انتهاء مهلة الوطن التي أعلن عنها المتظاهرون في محافظات العراق، أخذت ثورة تشرين منعطفاً جديداً من حيث وسائل التظاهر السلمي وطرق الضغط على السلطة الحاكمة. متظاهرو ذي قار كانوا في مقدمة المتظاهرين من ناحية التصعيد السلمي وإغلاق الطرق وتوسيع دائرة الإضراب العام وإطلاق الاعتصامات المفتوحة. نحن أبناء الناصرية الغيارة ما زلنا مستمرين في تصعيدنا السلمي لليوم الثاني على التوالي، وما زلنا مستمرين لحين تحقيق جميع مطالبنا. مطالبنا هي أولاً أن يكون رئيس مستقل لتلبية جميع مطالب المتظاهرين. اعتصامنا اليوم الثاني على قطع السريع الدولي، وطبعا السريع الدولي انتم تعرفون مثل ما تعرفون انه يعتبر شريان العراق. فاحنا القطع مالتنا يتكون من قطع ناقلات النفط ومشتقاته وناقل التريلات، يعني الشاحنات اللي محمله المواد الاخرى غير المواد الغذائيه. يؤكد المتظاهرون ان مطالبهم لا تنحصر في بعض الاجراءات الترقيعيه التي اعلنت عنها السلطه الفاسده، وإنما تشمل التغيير الشامل والكلي بدءاً من أصغر حزب أو تكتل وصولاً إلى هرم النظام الحاكم. نحن عوائل الشهداء اليوم حاضرين، واليوم الثاني مع أبنائنا المتظاهرين السلميين مو على طريق الدولي، طريق السريع الرابط من بغداد والبصرة، لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة وهي العيش الكريم وعادة وطن مسلوب الإرادة والسيادة. الشعب العراقي أبدأ في ثورة، وثورة إصلاحية وثورة سلمية، يجب أن يستمر ولا أن يتنازل حتى يخرج هؤلاء المجرمين والخونة الذي جاءت بهم أمريكا واليوم يسمونها بالمحتل. أين كانوا هما؟ كانوا في حذالات المجتمع، كانوا متسولين في سوريا وفي إيران وفي الدول الخارجية. قوافل التغيير انطلقت ولن تقف إلا عند محطة النهاية، حيث سيستعيد العراق هويته وكرامته وثرواته.